نتواجد هنا بإحدى أكبر الوحدات الصناعية المتخصصة في تعليب الأسماك الموجهة للتصدير. الوحدة تشتغل وفق نظام حديث ومتطور يستجيب لشروط الجودة التي تضعها الأسواق المستقبلة لهذا المنتوج. تصدروا 90% من الإنتاج ديالنا إلى أكثر من 50 دولة في الأسواق الأوروبية الأمريكية وكذلك إفريقيا والشرق الأوسط. وقد حازت الشركة ديالنا على مختلف شواهد استحقاق في مجال الجودة، ومؤخرا تم تتويج الشركة بالجائزة الأولى للجودة لسنة 2010. إضافة لدورها الاقتصادي، فهذه الوحدة الصناعية تشغل حوالي 1000 عنصر من اليد العاملة، خصوصا في الفترات التي تعرف وفرة في المنتوج السمكي والممتدة بين شهري يونيو ودجنبر، وكذا حسب الكميات التي تستقبلها الوحدة من هذه المادة. شلت انا ونخدم فيه، خدم على دارنا وعلى عائلتنا وخدمة نقية. تم في المقصد تم قص الحوت، ومن بعد كنعمرو في البلاطة، من بعد كنمشي لعند الزيت كدار لي الزيت، وكنمشي للمكازا كيبالي في المكازا. مراحل التقنية كتبدا باستقبال السمك، مراقبة الجودة ديال السمك، وكي تم من بعد تطبيق المواصفات على حساب الاتجاه اللي غادي تمشي له المادة، اللي هي يا إما الولايات المتحدة الأمريكية أو لأوروبا أو لدول أخرى. بعد هذه المراحل يخضع المنتوج للمراقبة من طرف الجهات المختصة لتتم بعد ذلك عملية التصدير نحو الوجهة المحددة لكل نوع من أنواع منتوج هذه الوحدة. من ضمن هذه الشروط آليات جديدة ومساحات العمل متوفرة للعمال، وكذلك تطبيق لي بون براتيك دو فابريكاسيون. وفي مجال المحافظة على البيئة، نحن بصدد العمل على بروجي ديال لا ستاسيون دو تريتمون دي زو ان شاء الله في غيكون في 2012. وتراهن هذه الوحدة كباقي الوحدات الصناعية المتواجدة ببلادنا على فعالية الدورة الأولى لمعرضها اليوتيوس التي تحتضنها مدينة أكادير هذا الأسبوع لتحقيق مكاسب منها. رفع من موضوع القطاع الصين في المغرب وتثمين المنتجات البحرية، وهذا المعرض غيساهم فتح أسواق جديدة وفي تعريف فرص الاستثمار في مجال الصيد في المغرب. وفي انتظار انعكاسات المعرض على قطاع الصيد البحري وعلى مهنيه، فهذه الوحدة تعالج يوميا كأعلى سقف 200 طن من السمك، 140 طن من السردين، و60 طن من السمك المعروف بلاس قمري.